اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بمشاركة أكثر من 800 مشارك من كبار الشخصيات من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء النفط والطاقة لمختلف دول العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة في القطاع النفطي والمهتمين والفنيين والأكاديميين لمناقشة دور احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في تمكين اقتصاد الكربون العالمي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض مراسلنا سامي لحمود. مساء الخير سامي، وكيف يمكن لك أن تصف الأجواء في اليوم الثاني والأخير من فعاليات هذا المؤتمر والمعرض الهام لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون؟ ألو، مرحبا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حقيقة اليوم هو اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون، والذي افتتح يوم أمس برعاية مشتركة من سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي ومعالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط في مملكة البحرين. أما اليوم تواصلت حلقات النقاش التي جمعت كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النفط واستخدام ومعالجة الكربون، لا سيما وأن آليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في نموذج الاقتصاد الدائري للكربون تحقق منافع اقتصادية وبيئية تساعد على تحقيق الأهداف في المجالات المستهدفة بشكل متزامن. أيضا تم طرح العديد من الرؤى والتركيز على ما ذكره الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمة الافتتاحية من أنه يتعين العمل سويا من أجل خلق الفرص وإزالة العوائق الماثلة أمام مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال الحيوي. نعم، من الرياض. تفضل. أيضا أريد أن أنوه أن المملكة العربية السعودية أيضا تقوم بالاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة بما يتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأن بعض هذه الاستثمارات قائمة بالفعل وتحدث فارق ملموس. أخيرا، هذا المؤتمر من أهم المحافل الدولية التي تجمع وزراء وقادة قطاع الطاقة من أرجاء العالم ومن دول مجلس التعاون أيضا لدول الخليج العربية، حيث شارك فيه قادة الفكر ورؤساء وشركات عالمية كبرى. نعم، من الرياض مراسلنا سامي لحمود، شكرا جزيلا لك.